انا جيت. ومبسوطة ان انت خرجت، اعرف ان انت كبير قوي. قبل ما بدأوا الخوت هذا القميص الوطني وخا خسرنا ما غاديش نحيدوه. اي واحد مشاهد ما عندناش مع الكسالى، حنا ماشي بحال الناس ديال هوك، واخا خاسرين ناشطين. شوفوا معايا، خاسرين ديما ناشطين، ديما ناشطين، واخا خاسرين ناشطين. حصول انا واعر وير. عادي ناربي، عاود نهاد اللقطه الله. عادي حنا الخوت واخا خاسرين ناشطين. واحد حاجه اخرى غنكتشفوا في هذا الفيديو، هذا الفرق بيننا وبين الهوكستانيين. انت تكلم قد واحد كلمه حق على المغاربه من واحد الرجل كنحبوه جميع وكنحترمو انا شخصيا، كنحترمو بزاف. عادي كله بيضيع ضربه جزاء اكيد. بلاتيني، مارادونا، كله وقدم مجهود كبير. بصح ما عندي ما يتسد، جابها اليمين دي واخدها زي القطر، شمال رايح طالع رايح طالع، فعادي ممكن في بعض الاحيان بتحصل. رائعه قام بها اللاعبون المغاربة بعد نهاية مباراة المغرب وجنوب افريقيا صدمت الملايين. حتى الزبل ديالنا جمعناه ما خليناش تما. والحاجة اللي سطتني اخوتي هما دوك التعاليق ديال الجزائريين، خلاوني شي تعاليق يعني في شكل كيقول لك خسرتوا، فرحنا لكم خسرتوا، حنا كنا كنشجعوا جنوب افريقيا. ولكن انا رديت عليهم قلت لهم الدنيا هي، واخا خسرنا حنا ما نمشيوش نبقاو في كون ديفوار، غنشجعوا الجزائر. هما مشاو قبل منا وكيقول لك خسرتوا، هما خسروا مع واحد الفريق يعني حشومه تخسر معاه، احتراماتي يعني للموريتانيين، ولكن هما الصراحه ما عندهمش فريق، يعني فريق يلا طلع ما عندوش تجربه وخسرتوا معاهم. حنا خسرنا مع جنوب افريقيا، كتعرف كتقولوا جنوب افريقيا راه عندهم احسن لعابه احسن فرقه، دائما كتكون هي الاولى وكتبقى في الفينال في كاس افريقيا. وما تضروش ما تضروش الله يرحم والدي، ما تزيدوش تجبدونا عليكم الله يرحم والدي. شوفوا هذا المقطع، هذه الفرق بيننا وبينهم. شوفوا هما الروينه اللي داروا فوقاش خسروا. شتي المنتخب هارب الاوطيل وبلا متابعو باش ينتقم منه لداخل. هاد التصرفات هادي اللي تعمر الحباس ويقول لك حريه التعبير، هاد التصرفات هادي. علي النعمه انت تتكلم صح. اكيد سبحان الله. اللي نحكمه ما نطلع مهما كان، من دمع النهار اللي جات فيه. لكن 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. ولكن اللي صدمنا الخوت وغيصدم بزاف ديال المغاربة اللي كانوا كيتبعوا هذا السيد هذا اللي غتشوفوا دابا، باش تعرفوا لا ثقة في عتيقة. أنا عارف هذا الفيديو هذا غيصدمكم، تفرجوا. وينك مجموعة الله الملك الوطن؟ أما لا دابا تقولوا الله الوطن الطيارة. شير عطيني التيشا، عطيني التيشا، تفرقوا معايا. الرباط عيطت الرباط. يا خويا
حدد موقفك معايا بالظبط. بابا يدعي لك طهاري تقول ما تقول دعي لك سيدنا موسى. زيد كيف عمي كيجيكم نتوما الاولين؟ ياك نتوما الاولين كتطفيو الشمعات كتطفيو احنا. هاد السيد هذا كانوا كيتبعوه بزاف ديال المغاربه وعزيز عليهم وكيشكروه وداك الشيء ها هو بان على حقيقته. شتو؟ لا لا قالوا زوينين. اما تيقوش في هاد الكويين هادو. ها هو كيشمت فينا زعما. بتبعد علينا الحساده وصحاب القلوب السوداء وصحاب البغض يا ربي. دابا غنشوفوا واحد الفيديو يعني خرجوا باش يحتفلوا بالخساره ديالنا وانتصار ديال خوتهم جنوب افريقيا. يفرح بخروج منتخب المغرب بعد شعب الجزائري، يفرح بخروج منتخب المغرب على يد جنوب افريقيا. تابع المباراه. اسمع يا ولي شي لا ما قريتيش يا غتولي حمار يا غتولي بغل. غطى عيني شوي حس بالنعاس بصحى باقي الشعب العربي محتفل. فكرت انه منتخب المغرب يتأهل. بغيت نفهم ساعه لقيت لي كيفهم ما فهم والو. تي انا ما فهمت والو والله ما فهمت شي حاجه. ايه المجتمع ده تحركوش العالم كيتحرك كل نهار نتوما لاصقين بلاصتكم. انا اخوتي فوقاش شفت هذا الفيديو هذا قلت واقيلا هما اللي داو كاس افريقيا ولا خرجوا هيدا يعني كيديروا اضرابات على الحليب واللوبيا والعدس ولا كيساندوا خوتنا اللي في اللي كيموتوا في فلسطين ولا ما فهمتش انا. ما نصدمني هذا الشيء هذا والله العظيم حتى لهالدرجه الحقد حتى لهالدرجه. نقول شهاده لله الشعب المغربي يكن كل الموده والمحبه للشعب الجزائري واللي ما امنيش يشوف الصراع في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الرباط في الدار البيضاء في وجده. انا فوقاش ديتو كاس افريقيا في 2021 وقيلة ولا 2019 ولا المغرب خرج كامل كيشجعكم ولكن ماشي مشكل حنا ما مسوقيش لكم حنا عايشين حياتنا هذه غير تجربه وباقي كاين ان شاء الله الخير يا ربي. الله يخليكم ليا صحاب القلوب البيضاء. بغيت نقول لكم واحد الحاجه حنا ما خرجناش بيدنا خاويين. علاش؟ لان جبنا معنا براد والكيس. شوف ربحنا واحد الحاجه ما ربحتوهاش نتوما هو الاحترام ديال الافارقه خصوصا الايفواريين اللي بكاو علينا فوقاش خسرنا وباقي كيبكيو. الايفواريين قالوا بان الا مشيتو نتوما المغاربه راه هاد كاس افريقيا ما عندهاش الطعم ما عندهاش المذاق. وحتى الدول العربية والدول العالم عطينا لهم واحد الصورة زوينة على المغرب. الله يبارك. أما أنتم عطيتوا واحد الصورة قبيحة بزاف كرهوكم غير وصلتوا عندهم ما كرهوكمش دغيا تمشيو تخسروا وتمشيو بحالكم. علي النعمة أنت تتكلم صح. دابا وصلنا لآخر فيديو اللي هو خطير جدا الخوت هذوك الناس اللي كيقولوا ظالمة أو مظلومة واش كيعاونوا هذوك الناس اللي مظلومين ولا هاد الناس اللي الظالمين؟ شوف شنو كيعاون الخطوط الجويه الجزائريه وهون هي قاعده بتفضي الشحنات الداخليه بداخل جوا الطياره. انا ما اقدرش استغنى عنك حلاقي اوسخ منك فين يا اخوان. انا ممكن اتوقع انه اي دوله عربيه تعمل هذا الاشي بس مش الجزائر. الجزائر تربينا عليها انه هي الداعم الوحيد للفلسطينيين. الهضره في الواد والفعل في الواد اخر. السلام عليكم. وصلنا الى نهايه الفيديو كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو ما تنساوناش بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اوفوار. اي واحد مش شهيد وما عندناش معك وساله.